بس أوريكم البيبان الخارجية شلون تتأثر بعوامل الجو خاصة بالكويت. هذا دائما يصير حق البيبان اللي يكون محطوط عليها لكر. إذا الخشب سوليد بيبان الخارجية لا تحطون عليه لكر، حطوا بس اسمه وود ستين، ما اسمع بالعربي صراحة، ما يكون لكر، مو صبغ، شيء ينحط مثل السائل يشرب الخشب ويتغير لونه. فهمت قصدي؟ فيعني الخشب مفروض يكون، طبعا بعض الأخشاب ما تتحمل جو الكويت، تتمدد تتشقق، مفروض ما يكون قشرة، هذا شيء ثاني. بيبان خارجية تكون ضاربة هالشمس 24 ساعة لازم يكون خشب سوليد، تيك، مهوغني، هالأنواع من الأخشاب. نحط عليه أي مادة تكون مثل الصبغ، لأن مع الجو تنشف تنكمش وتبدي تتقشر، عرفت؟ شيء ثاني ممكن تستخدمون تيك أويل، خشب يكون مثل الدهن، يستخدمون سفنجة أو قطنة ويدهنون الخشب، فيقوم الخشب يشرب المادة هذه يعطيه لون أقمج أو بني أو أسود، أو في أشياء ما لها لون. أويل يكون شفاف بس يعطي حماية حق الخشب، ودائما بين فترة وفترة تصنفرونه وتردون تحطون له الدهن. هذا بالحال هذه لازم كل يتقشر يتصنفر عدل، ونطلع نطلع الخشب الأصلي، بعدين نرد نعالجه وندهنه بالأويل. وهالباب مع أنه هذا قشرة مو سوليد، بس لأنه داخل شوية الشمس مو ضربته 24 ساعة، الماي ما يحوشه، ما تأثر متحمل. يعني لو كانت الخشب هذا لأنه قشرة محطوط على الشارع، كان القشرة بكبرها تشلعت.